يا ناجي باشا، يا ناجي باشا، ابوس ايدك مستني لحد الشمس ما تطلع. انا مش شايف كف ايدي. انا قلت لازم نعدي الناحيه التانيه قبل النهار ما يطلع، ومش عايز اقتراحات. هنا بس انا اللي اقرر، واي كلام اقوله لازم يتنفذ بالحرف من غير مناقشه. ياه والله زمان يا باشا، ايام طوابير الزمن كان الواحد يقف ملطوع من 5 الفجر لتنين الظهر. زهر الحق يا باشا، زهر وقع. ايه زهر وقع يا باشا؟ زهر مالك؟ مالك يا باشا؟ يا باشا انا عندي عقده من الاماكن العاليه والضلمه. انت عندك كام عقده؟ انا عايز اعرف. في نفق تحت الارض قلت لي عندك عقده الاماكن المقفول، فوق الجبل مش عاجبك. لا تحت الارض نافع ولا فوق الجبل نافع. قوم يلا قوم. ماشي ماشي. انت كويس دلوقتي؟ الحمد لله الحمد لله. يلا صل على النبي. حسين يا شيخ حسن، انا مش بتاع مرمطه، مش بتاع مرمطه، انا من البيت للشغل ومش شغل للبيت. سيبها على الله يا ابو الزواهر، وانت بس انوي خير كده وربنا هيفتح لنا كل الابواب المقفله باذن الله. والله من بقك يا شيخ حسن، نادر عليا اول ما انزل مصر لحجاج الكم والخوالي. ما انت ما تعرفوش، انا اول ما انزل مصر هفتح شركه سياحه كبيره قوي، حج وعمره، وتبقى انت وام الغوالي تطلعوا من عندي. هو ده العسام برضه. وانت يا حسام مش ناوي تيجي انت رخر؟ رخر ان شاء الله يا شيخ حسن. وانت تهامي كمل نص دينك بقى، ها؟ واطلع معايا من شركتي، حج وعمره انت ومرتك. ربنا يسمع من بقك يا شيخ حسن. وانت ابراهيم؟ نعم. مش ناوي تعجل بقى كده وربنا يكرمك يعني وتهدى شويه؟ وانت شايفني كافر يا شيخ حسن؟ لا والعياذ بالله، يعني بس يعني ما شفتكش من يوم ما عرفنا بعض انك فردت سجاده وركعت. وانت مركز معايا ليه؟ خليك في حالك. يا ابني اللي احنا فيه ده دلوقتي والرزق اللي ربنا رزقنا بيه ده محتاج توبه نصوحه. اتوب من ايه؟ مش فاهم يعني اتوب من ايه يا جماعه؟ انا عملت حاجه عشان اتوب؟ بس يا شيخ حسن. ايه؟ همشي لوحدي؟ يعني انا امشي لوحدي وانتوا معاكم فلوس وتتكلوا انتوا على الله؟ ها؟ وبعدين شايفكم شادين مع بعض، ده وقته؟ مش لما نخلص نعدي من المصيبه اللي احنا فيها دي؟ يلا بينا. ايه نضال، تعبانه ولا حاجه؟ انا كويسه يا باشا تمام. نضال؟ نضال مين يا باشا؟ دي هاني. لا اسمها الحقيقي هاني، اسمها في المقاومه الاسم الحركي بتاعها نضال. كده بجد؟ عموما هو نضال احلى بكتير. لا شيخ، يلا يلا. كان بالسيدة توجيهاتكم صح، أنا هيك شايف. شالوم شالوم أدوني أنسي. شالوم. زي ما قلت لكم قبل شوي، تركيز راح يكون على التفجير اللي صار في المبنى. البنك فينش. ايش بدنا نقول للمجتمع الدولي؟ معقول نحن نقول انه بنك لقومي الاسرائيلي انسرق؟ انه اسرائيل انسرقت؟ بتسقط هيبة الدولة في اسرائيل. من بكرة رح ندخل على البنك نعمل شوية إصلاحات مع الزلم. أنا متأكد تماماً إنه الناس يلي سرقوا البنك لساتهم هون موجودين في البلد، والفلوس جوا إسرائيل.
ايه صار معك يا ايزاك؟ كوخوتها بتاخون هيد باراسون هاك فول قدم منحي موسيقيم صوراكيم اتهم فول. عارف النملة؟ أنا مش عايز النملة تعدي حدود إسرائيل. النملة النملة يا إيزاك يا قو. الساعة 3 بتعرف يا شهور لما الوقت لما الساعة بتعدي الساعة 1 وبتصير الساعة 3 إيش بحس؟ بحس إني كأني نمت 8 ساعات وفقت وأخد منبه ونشيط. إيش يا شهور؟ نعسان؟ لا ما تاكلش حمي يا دوب من خيمة. أنا هسه صحيت. بنك لقومي اتسرق. مش قادر مش قادر أصدق. تعرف إيش حاسس يا شهور؟ نفس الإحساس يلي حسيته 6 أكتوبر 73 لما المصريين حطموا خط بارليف وعبروا قناة السويس ودخلوا سيناء ورجعوها. والله والله لولا في معاهدة سلام بيننا وبينهم لقلت إن المصريين هنن يلي سرقوا البنك. صدقني أدون إسحاق هليفي أدون مناح. سهلا أدون هليفي، أنا شخصيا آسف إنه إحنا فيقناك من النوم وجبناك بس لأنه عنا قضية مهمة كتير وحابين نستشيرك فيها. قضية؟ قضية شو؟ خلينا نروح المكتب. بفكاشا أدون هاليفي بفكاشا. تدا تدا أدون منحي. أني روتسيشي تراجع لغامري لأن المعلومات يلي بدي أسألك عنها بدي الأجوبة تكون كتير دقيقة. أوكي دقيقة كتير. بفكاشا ليمون، أنا أول سؤال بحب أسألك إياه هي الخزنة الرئيسية اللي بالبنك يعني تقريباً قديش بتساع مصاري فلوس؟ معسرين لشلوشين مليون دولار كمان؟ ما بيقوم ما بيقوم. هذا هو بنك ولا مصرف اكسشنج؟ أكو تحويلات كثيرة لازم تبقى كاش مشان المرتبات مال الهيئات الأجنبية مثل السفارات ومكاتب التمثيل الدبلوماسي. أوكي أوكي طيب تقريباً يعني مستر هليفي تقريباً حسب ما أنت بتعتقد هلأ حالياً هلأ بهالوقت بهذه اللحظة قديش ممكن يكون في مصاري فلوس بالخزنة؟ هو اليوم بالذات في وضع خاص. وضع خاص سبيشل كيس. ممكن أعرف شو هو هذا الوضع الخاص؟ أكو تحويلات من بنك أمريكا إكسيت كاش يعني الموجود في الخزينة اليوم ما يقل عن 200 مليون دولار. طيب وفي ناس كتير بيعرفوا هذا الرقم؟ أنا شين بوديديم لما أدون ناحب بفكشة أدون هليفي بفكاشا. ما تسألني أي سؤال لو سمحت. أنا صار لي 30 سنة بشتغل هون بهذا المكتب ولا مرة حدا سألني أي سؤال. حتى لو حدا سألني أنا ما بجاوب. حتى لو بعرف حتى لو بعرف المعلومة ما بحكي. تيكاليس خلينا نحكي بهدوء شوي أنا وأنت. أنا محتاج أشرب الليمونادة تبعك أكثر منك بهاللحظة لأنه ارتفع ضغطي الأدرينالين. مستر هليفي السيستم تبع البنك سيستم كله على بعضه
متظبط على طريقة عالمية متطورة ما هيك؟ ليفاداي هدول ملاح. ليفاداي رافي دافيدوفيتش هو اللي زبط السيستم صح؟ كين هدول ملاح. جينيوس جينيوس دافيدوفيتش عبقري. هو بيقوم بشغله بشكل جيد جدا. لكن شو الشيء اللي ما بيعمله بشكل جيد جدا مستر هاليفي؟ يعني بيشرب كثير وسلوكياته في الفترة الأخيرة مش عاجباني. أني أنذرته أكثر من مرة. لأنه هو تجوز بنت صغيرة، بنت صغيرة أصغر منه بكثير ما هيك؟ أيلات اسمها أيلات صح؟ مستر مناحم أرجوك أني قلقت، قل لي شو صاير. ما تسألنيش، أنا ما بحب حدا يسألني أبدا، وقلت لك هذا الحكي قبل شوي. مستر ليفي بنك لأمي سرق، يعني نحن سرقنا. You understand؟ سرقنا. الله الأرض دي أجمل حاجة في الدنيا يا أولاد، شايفين الروعة. حد يبقى عنده جمال ده كله ويتاخد منه ويطرد، ويجوا اليهود يعملوا مستوطنات عشان يعملوا حياة مزيفة وكدابة لناس غرب. بس الأرض مش حباهم. اليهود كل شوية يعملوا مستوطنات، مستوطنة ورا التانية ورا التالتة، والعالم كله واقف يتفرج. أنا عايز أصلي هنا يا شيخ حسن. يبقى أنت اللي لازم تأمنها يا باشا. لا أنا هصلي وراك يا شيخ حسن. Thank you.
يعني 200 مليون دولار منشان ناس يشيلوهم من البنك وينزلوهم على السلالم لتحت على الشارع. أكم من واحد لازم يكونوا؟ اللي بخوت أخذ عصار هدو من الخير. ها؟ أخذ عصار. أخذ عصار؟ هاي فرقة كرة قدم. يعني كيف دخلوا على البنك وطلعوا من البنك وما حد شافهم؟ إيش يعني؟ لابسين طاقة الإخفاء؟ رافي دافيدوفيتش أدون مناحم. هاجون شلانو رافي. شالوم رافي شالوم. شد حيلك. هلا نحن رح نطلب لك قهوة مشان تصحصح شوي ونعرف نحكي كلمتين. كافي كافي. هيا. إن العباقرة هيك دايماً عندهم أفكار كتير بيحملوها زيادة عن اللزوم، بس لازم يفرغوا من وقت للتاني مشان يرتاحوا حتى مخهم ما ينفجر. رفي طفو 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 رفي. تسيم لف لدفراي خبيبي، إذا كنت أنا بدي أدخل لجوات الخزنة تبع بنك لأمي، أنت برأيك شو هاد رأي بسيط؟ إيش هي العوائق اللي ممكن تعترضني؟ معلش خدني على قد عقلي. أنا دخلت لجوات الخزنة وتجاوزت كل العوائق الكهربائية وصفارات الإنذار وكل الأبواب المسكرة ووصلت، تعرف ليش؟ وصلت للليزر تبعك. أدو مناخم، لا يمكن حد يعرف يدخل لغاية هناك لأني الكود اللي مصمم بيه حركة أشعة الليزر معمول وفيه احتمالات عشوائية لا نهائية. يعني لو في ناموسة هتعوز تدخل هتتحرق فورا. الموضوع معقد جدا أدو مناخم. معقد يعني لو ناموسة هتتحرق فورا. طب والكود ده معاك؟ حتى انا ما اعرفش افكه. لو حاولت افكه مش هعرف، لانه هو بمجرد ما بيشتغل بيعيد ترتيب اوضاعه تلقائيا من نفسه كده. ادوم مناخم، دي مش اي خزنه كده على الماشي واي حد معدي يفتحها يعني. طبعا بس في حد دخل لحد الخزنه وصل لهونيك ووقف مفعول الليزر تبعك. انزلوها في شاري يا دوم ناخم، انزلوها في شاري. كوفي. انا محتاج هذه القهوه اكثر منك منشان اصحى. انت فايق ورايق بس انا لازم فيق. احكي لي يا رفي، انت كنت مقدم طلب على بنك في سويسرا منشان تتوظف بالبنك، مش هيك؟ مظبوط يا دوم مناخم، بس هما اللي كانوا طالبيني. خلص، هن بعد اللي صار مش ممكن ابدا انهم يوصفوك. خسيك هرا، انا لو مأمين لو مأمين. رفي، انت في مشاكل بينك وبين المدام مش هيك؟ أدوم مناخم، انت بتتهمني بيه؟ مش بتهمك ابدا. اللي يا رافي، انت اخر مره كيف دفعت ديونك؟ انا كنت واخد قرض من البنك وأدوم علي في عارف كده. قصدك ايه؟ اسمع أدوم مناخم، أنا ما اسمحلكش إنك تتهمني اتهام بشع بالشكل ده. قصدك إيه يعني؟ أنا هكون بعت الكود وأخدت تمنه؟ هبيع بلدي؟ هبيع إسرائيل يعني؟ نيم أصلي يا دوم ياخم، نيم أصلي! شفت يا رافي إنك أنت فقت من غير ما تشرب القهوة؟
وعلى فرض ان انا بعت الكود زي ما انت متوقع، كان هيدخل البنك ازاي؟ هيوصل لغايه الخزنه ازاي؟ اضم ناخم، الكلام اللي انت بتقوله ده لا يمكن يتحقق باي صوره من الصور. اوكي اضم ناخم، انا مهندس كمبيوتر مش حرامي، وخليني افكرك مره كمان، انا واحد من اكبر 3 خبراء سيستم امني واشعه ليزر في العالم ده كله. صح صح مظبوط، طبعا انا بعرف هذا الشيء، وانت فخر بلدنا، اسرائيل كلها بتفتخر فيك، ما هيك حبيبي؟ ادون مناحم، ادون مزرعي، شيخك لي باب يسرد هشني. شالوم أدون مزرحي. شالوم أدون مناحم. فضل فضل. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. شاي؟ كيك؟ بفداي تيه لأدون مزرحي. أهلا وسهلا أدون مزرحي. أنا شخصيا سمعت كتير عن القهوة الحلوة تبعك، جاي على بالي شي يوم إني إجي أقعد عندك أشرب فنجان قهوة، بس مشاغل. زي كابود لي أدون مناحم. أهلاً وسهلاً. أنت عارف طبعاً اللي حصل بالمبنى اللي جنب القهوة، الانفجار سمعت فيه؟ أنا أول ما عرفت نزلت من البيت جارية فندم عشان أطمن على القهوة. أنا كنت قافل يومها عشان أجازتي السبت. تودا لهيل، تودا لهيل أدون مزراخي. أدون مزراخي، أنت تعرف رافي دافيدوفيتش؟ أمال ده زبون عندي أدون مناحم. كويس كتير، ومين غيره زباين عندك في القهوة؟ ناس كتير. ناس كتير أدون مناحم. الحقيقة تقريبا هم ما بيتغيروش، بيعتبروا القهوة مكانهم. كويس، زي بيتهم طبعا. زي مين يعني من الزبائن؟ يعني رافي لما بيجي عندك في القهوة مين الشلة تبعه؟ عوفاديا السماك. ايوه، روني ميتال السمسار. كويس كتير. أدون ناجي عطلة المصري. مين ناجي عطلة؟ ناجي عطلة. ناجي عبد الله هو اللي كان الملحق الإداري بالسفارة المصرية، عمل شوية مشاكل بعدين هو استقال أو مشوه. أيوة أدون مناحم، بس صدقني كان راجل كويس قوي، كان بيعمل روح للقهوة. بعد ما مشي افتقدناه، هو مصري صحيح لكن كان بيحب إسرائيل كتير. هنا يا باشا، هنا يا باشا، انا مش قادر اخد نفسي، نستريح شويه بقى. هنريح هنا شويه. يلا الجماعة بيسلموا عليكي يا حجة فاطمة، وبعتولك الأمانة هي.
بالأول طمني عليهم، إن شاء الله يكونوا نجحوا في العملية بتاعتهم. الحمد لله، هن خلصوا مهمتهم وطلعوا برات الحدود. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. بس مش المفروض كانوا يرجعوا على هون؟ ما كان بينفع يا حجة، نحن هربناهم من الحدود اللبنانية، وبعدين رح يقابلهم أبو وهدان وهو رح يتصرف معهم إن شاء الله. يا رب يا رب يوفقهم. يا سلام على كوباية شاي دلوقتي مزبوطة، الواحد يدفع فيها مليون جنيه. مليون جنيه في كوباية شاي يا باشا؟ ده أنا بقالي 16 سنة بسحب شاي من القهوة، ما دفعت 6 جنيه. بص يا عبد الجليل، الحاجات بتغلى وبترخص حسب الوقت اللي انت عايزها فيه. يعني الملايين اللي معانا دي اللي احنا نايمين عليها وعاملينها مخدات دلوقتي ما تسواش حاجة، بس لما نرجع مصر إن شاء الله بالسلامة حياتكم هتتغير كتير. بقول لك ايه يا باشا، دلوقتي احنا كل واحد فينا عارف هيعمل ايه بالفلوس، سعادتك بقى ما قلتلناش هتعمل بيها ايه. الحاجة الوحيدة اللي ما عملتش حسابي فيها، بعد ما هاخد الفلوس دي هعمل بيها ايه؟ تعيش بقى يا باشا وتدلع نفسك. استغفر الله العظيم يا ربي من كل ذنب عظيم. انت يا اخي مش هتتصلح وتتعدل خالص. بس بقى يا شيخ حسن بقى، وانا قلت نخالف الشرع؟ يعني انا لو مكان الباشا كان زماني متجوز 4 وقعد بغير فيهم، ما دام قادر ايه اللي يمنعني؟ ربنا يهدي. ساعات يا ابراهيم كنت اسال نفسي، الناس المليونيرات اللي عندها فلوس كتير قوي دول بيعملوا بيها ايه؟ لما الفلوس جت السؤال بقى اصعب. عايزين تعرفوا رايي ايه في الموضوع ده يا ناجي بيه؟ قول يا نضال. انا رايي ان الفلوس دي ما تتقسمش، وكل الدولارات اللي معانا دي نعمل بيها مشروع ضخم، وحضرتك تبقى رئيس مجلس الإدارة واحنا شركاء فيه. ايه رأيكم في الاقتراح ده يا جماعة؟ ده اقتراح عظيم، انا موافق طبعا. كل واحد حر يبقى يعمل اللي هو عايزه. يسلم فمك يا باشا. شركة ايه؟ قامت عناصر من حزب الله بالقبض على 8 جنود إسرائيليين تسللوا إلى الحدود اللبنانية فجر اليوم، وتم اعتبارهم أسرى حرب ومعاملتهم معاملة الأسرى، إلى أن يتم التفاوض بشأنهم أو تبديلهم بالأسرى اللبنانيين في المعتقلات الإسرائيلية. نعلن نحن حزب الله بالقبض على 8 جنود إسرائيليين تسللوا على الحدود اللبنانية فجر اليوم، وتم اعتبارهم أسرى حرب، سيتم معاملتهم كأسرى لأن يتم التفاوض حولهم أو استبدالهم بأسرى لبنانيين في المعتقلات الإسرائيلية. ألو؟
ألو مناخيم، عشان معبر تلفزيا لو ام تي زي الشيكر، انا بقدر اكد لك انه ما فيش اي جنود عبروا الحدود ولا حتى تركوا مواقعهم. جيش الدفاع الاسرائيلي حياكد هذا الخبر فورا. لو لو شاول، هاي دعاء نخونا، مش راح نكذب هذا الخبر. هدول بلادنا، الاسرى هدول لالنا وبدنا ياهن، في حدا بيسيبوا لهاتهم. بس هدول مش جنود اسرائيليين. القيادة حكت معي هسا وأكدت لي هذا الخبر. أنا بعرف وأنا معكم مع القيادة وبعرف إنه هدول من جنود إسرائيليين، بس هدول أغلى من أولادي. إيك زي هدول؟ لأنه هدول هن الثمانية يلي سرقوا البنك، فهمت يا شاول؟ هدول هن الثمانية يلي سرقوا البنك. روح انت ارتاح على ساعتين، يلا اتركني لوحدي. اسمع، خلولي رافي. والله يلي عملتوه عمل عظيم يا أخ ناجي. انتو عملتوا عمل بيشرف وبيعلي الراس يا أبطال. الله يخليك أبو حسين، وده حقيقي قبل اللي انتو بتعملوه. مصر أم الدنيا، قلب العروبة النابض، مهما قالوا عنا ما دام في شباب أمثالكن عم يضحوا بأرواحهم حتى يعلموا الصهاينة الدرس ما بينسوه أبدا. مثل ما بيقولوا المصري، ضربة معلم. طب شو بقى أبو حسين؟ دلوقتي الحقيقة يعني أكلنا عيش وملح مع بعض، وانتوا أكرمتونا وقابلتونا مقابلة ما فيش بعد كده. ليه هالكلام يا سيد ناجي؟ ولو ما نحن أخوة. طيب يبقى كل واحد في قلبه حاجة يقولها للتاني عشان النفوس تبقى صافية. اتفضل قول يا أخ ناجي. مصر، مصر يا أبو حسين، مصر هي اللي طلع روحها 60 سنة وهي بتحارب، وقف لهم زي الأسد وشايلة القضية فوق دماغها. مصر هي اللي عبرت في 6 أكتوبر وانتصرت ودفعت عن كرامة الشعب العربي كله. مصر اللي شقيت وتعبت وضحت بشباب زي الورد. طب تقولوا عليها إنها باعت القضية برضه؟ ده احنا فرحنا لكم وهتفنا لكم، والشارع كله كان معاكم لما نزلتوا الصهاينة تحت الأرض 35 يوم في ملاجئ زي الفيران. اللي عشت مصر عمره ما يكبر مهما عمل. مصر هي الأم، واللي عشت أمه هو اللي خسران.